الآن، وأيضا مشاهد هتشوفوها الآن المكتب بتاعه وهو بيتحرك من الهرم بعد أن أتم زيارة الهرم. طبعا ممنوع تصوير ميسي وهو بيتحرك عند الهرم وزيارته داخل الهرم وإلى آخره، ولكن ترون الآن على الهواء مباشرة الكونفوي بتاع ميسي يتحرك وهو بيغادر الهرم بعد أن أتم الزيارة مع ميسي. ثلاث مصورين محترفين يصورونه في كل الأوضاع وفي كل الأشكال زي ما حضراتكم شايفين، حراسة مشددة وسيارات مشددة كلها تقل ميسي ليعود من الهرم اللي مبني من ما يقرب من 3000 سنة إلى ميني هاوس اللي اتبنى سنة 1869. من التاريخ إلى التاريخ يعود ميسي الآن إلى الفندق ليرتدي ملابسه الرسمية، وبعد فترة يبقى معانا زي ما حضراتكم شايفين. هذا هو موكب ميسي بعد أن زار الهرم، وبعد دقائق ستكون صور ميسي أمام الهرم. مليار تويتة عندما يتوت ميسي من أمام الهرم، مليار تويتة في العالم ترى ميسي يقف